مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم وجدت واحد الطواجين اللي خفيف ظريف العشاء او لا عشاء خفيف او غدا خفيف اللي بغيتو. كيجي غزال بزاف غزال البنات. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. فيديو طاجين غزال، طاجين رائع كيجي لا في المذاق ولا في الشكل ديالو كيحمق. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للطاجين، بالنسبه للمقادير ديالو، كنحتاجو لاصوص طوماط عندي هنايا، واحد جوج مطيشات محكوكين، وعندي لالا ربعه ديال الرويصات ديال الثوم محكوكين. ضروري يكون الثومه بزاف في الطاجين. السر ديالو باش كيجي ناجح كيكون كندير فيه الثومه كثيره، وكنديروا فيه نص كاس تقريبا ديال الزيت مخلطه ما بين الزبديه والروميه. وعندنا تقريبا 8 جوج معالق ديال المعدنوس ومعلقه ديال الهريسه. وبالنسبة للمكون الثاني، عندي هنايا تقريبا نصف كيلو ديال القمرون اولا الكروفيت، كل واحد كيفاش كيسميه. عندي نصف كيلو من بعد ما غسلته ونقيته مزيان من داك المهم تنقيوه مزيان وتغسلوه. وعندي بالنسبه للتوابل كنحتاجو الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الفلفل الاحمر. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. كندير الطاجين ديالي على نار مهيله حتى كيسخن شي شويه، وكنصب فيه الزيت اللي عندي. من بعد كنضيف عليه الثوم وكنخليهم كيتشحروا مزيان واحد شويه، وانا كنحركهم ومع النار تكون مهيله باش ما يتحرقش لينا. والطاجين اصلا خصو تكون النار مهيله بزاف باش كيجي بنين وزوين. كنضيف عليه الثوم وكنحركو مزيان وكنخليه تتغلي مزيان داك الثومه مع الزيت. ومن بعد كنضيفو المكونات الاخرى. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. من بعد ما غلى الطاجين كيف ما كتلاحظوا معايا، ما غلات داك الثومه مع داك شويه ديال الزيت وتشحرات، كنزيدوا عليها المطيشه اللي كنت عندنا محكوكه. صافي، من بعد كنحركوا المكونات باش كتنسجم مع بعضياتها، وكنخليوهم على النار مهيله، وكندوزوا نوجدوا الحوت ديالنا. وبالنسبه للكروفيت اللي عندنا، غادي نديروا له التوابل. غادي نديروا له ملعقه صغيره ديال البزار، ملعقه ديال الكمون، وملعقه ديال الفلفل الاحمر، وشويه ديال الملح على حسب الذوق. ومن بعد غادي نضيفوا عليه المعلقات اللي عندنا ديال المعدنوس، وغادي نخلطوا الكل جيدا حتى ينسجم معنا كاع المكونات، يتخلطوا ويتشربوا في داك الكروفيت اللي عندنا، ونخليوه على جنب حتى تتغلى لينا لاصوص طوماط مزيان، وعاد داك الساعات نديروه في الطاجين.
وكيف ما كتلاحظوا معايا دابا غادي نضيفوا القيمون ديالنا على الطاجين ونقادوه بشويه من فوق لاصوص ديالنا حتى باش ما يتفرتش حيت هو راه كيتفرتت دغيا. هي بشويه نقادوه على الطاجين ديالنا ونخليوه ونغطيوه ونخليوه على نار مهيله حتى يتقلى مزيان ويطيب، وداك ساعات نقدموه بالصحه والراحه. خليكم مع الفيديو حتى الاخر. في الاخير كاضافه اللي بغى يضيف عليه البيض يضيف عليه البيض، واللي بغى يدير الفرماج ساندويتش يديرو سوا، كيجي رائع في المذاق. كنتمنى انكم تجربوا هذا الطاجين، كيجي غزال بزاف. هذا هو الشكل ديالو النهائي كما كتلاحظوا، كيجي غزال بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، بصراحة رائع في المذاق وخفيف وظريف وبالزربه كيوجد الا كنتم مزروبين. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وفي هذه اللحظات احنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه عليكم. وشكرا، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، وكنتمنى انكم تدعموني بلايك وسبسكرايب لاول مره كيزور القناه ديالي، وخليولي شي تعاليق زوينين. وشكرا لكم بزاف.